هذه زيارة كما سبق أن قلت وكما سبق أن جرى الإعلان عن ذلك في عدد من البلاغات الرسمية، تأتي في إطار تكليف من الأمين العام للأمم المتحدة، والاستقبال الذي تم في بلادنا يأتي تبعا للمكالمة الهاتفية التي تمت بين جلالة الملك محمد السادس نصره الله والأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كيمون، والتي أفضت إلى التأكيد على المحددات الأساسية التي أقرها مجلس الأمن من أجل إيجاد حل دائم لهذا النزاع المصطنع والمفتعل والمزمن، حل يقوم على حل سياسي متوافق عليه، حل يستند على الثوابت التي سبق تأكيد عليها من قبل مجلس الأمن. وفي نفس الوقت كانت هذه الزيارة بالنسبة إلى بلادنا مناسبة للتأكيد على أولا مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية الذي سبق لبلادنا أن تقدمت به قبل سنوات، والذي حظي في الآونة الأخيرة بإشادة واسعة من قبل من عدد من الدول المؤثرة، والتأكيد على أن هذا المقترح الذي تقدم به المغرب مقترح يتصف بالمصداقية والجدية. ثانيا التأكيد على أن المغرب متشبث بإرساء علاقات أخوة وتعاون مع الجزائر بالشكل الذي يمكن من تسريع مسلسل البناء المغاربي، وفي نفس الوقت مواجهة التحديات الأمنية الموجودة على مستوى منطقة الساحل والصحراء. بلادنا في هذه الزيارة وفي زيارات أخرى تشتغل بمنطق الواثق من نفسه المستعد للحوار يعني العمل في إطار من حسن النية بالشكل الذي يوفر أسس الحل السليم والدائم، الحل السياسي المتوافق عليه لهذا النزاع، والذي سبق لبلادنا كما سبق أن قلت قدمت مقترحا يعني جادا وذي مصداقية من أجل إيجاد هذا الحل.